كرة القدم للبنت في فلسطين هي تحدي كبير، تحدي انك تواكب الكرة العالمية، وتحدي انك تلعب كرة قدم في بلد فيها شوي نظرة متخلفة بخصوص الفتاة اللي بتلعب كرة قدم، لانه هاي اللعبة منسوبة للذكور عندنا في فلسطين. لعب كرة القدم بالنسبة للنساء الفلسطينيات وخاصة النساء يعني كبنت انها تلعب هي مش اشي عيب ومش اشي حرام فعليا، لانه هو قدرة، هي إرادة، هي ممكن موهبة تمتلكها البنات، وهذه إشي ممكن تعطت فيه وهي عملت فيه البلد.